معاكم الدكتور هلال، يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. مرض جديد انضم لمجموعة الأمراض اللي بنسميها الأمراض الجنسية الانتقالية STDs. ده خبر جديد نشر حديثا إن في مرض جديد هيضيفوه لمجموعة الأمراض الجنسية الانتقالية. إيه هي الأمراض الجنسية الانتقالية؟ هي الأمراض التي تنقل عن طريق ممارسة الجنس، عشان كده سميت بهذا الاسم. هي ممكن تنقل أيضا بطرق أخرى زي الكبد به، بينقل عن طريق ممارسة الجنس، ولكنه ينقل أيضا عن طريق الدم الملوث، والكبد سين الHIV سي مثلا بينقل أساسا عن طريق الدم الملوث، ولكن يمكن أن ينقل عن طريق الممارسة الجنسية، ولكن فرصته أقل بكتير من البه. فإذا الأمراض الجنسية الانتقالية هي الأمراض التي تنقل بواسطة الممارسة الجنسية، وليس شرط أن يكون فقط عن طريق الممارسة الجنسية. مثلا HPV Human Papilloma Virus السأليل بتنقل عن طريق الممارسة الجنسية، أو عن طريق أي تلامس بين جلد إنسان مصاب وجلد إنسان سليم. طب إيه حكاية الخبر ده؟ قبل ما نقول الخبر أو الموضوع، نقول لكم فكرة عن نوع من أنواع الدوزنتاريا. عارفين يعني إيه الدوزنتاريا؟ اللي هي التهاب معوي بيخلي الواحد يخش الحمام ويحصل له مغص في بطنه، وربما يكون معاه سخونة وهددان حيل وتعب فاتيجابيليتي ولوس اوف ابيتايت وما إلى ذلك، وبنسميها عندنا في مصر يقول لك عنده تعنية أو بيتعنى. أسبابها مختلفة، منها الانتاميبا أميبيك ديزنتري، ومنها الشيجيلا. كل الحاجات دي ممكن تعمل هذه التعنية أو الديزنتري. فمن الحاجات المعروفة اسمها شيجيلا ديزنتري، يعني التعنية اللي سببها جرثومة اسمها الشيجيلا. يعني الشيجيلا دي بكتيريا، شيجيلا ديزنتيري، بتعمل تعنية، تمشية في البط، مغص، ربما تعمل سخونة، زيها زي طفيل اسمه أميبيك انتاميبا هيستوليتيكا بيعمل برضو تعنية. طيب ايه بقى حكاية الشيجيلا ديت؟ الشيجيلا ديت بتعمل تعنية احنا قلنا، وبتبقى موجودة في الامعاء والقولون، وبتنزل هذه الشيجيلا بتنزل في الخروج، تكرمه مع الخروج مع البراز، وبتتنقل من شخص الى شخص عن طريق هذا البراز. ربما البراز يلوث الايد او يلوث اي شيء، وبالتالي يتنقل عن طريق الشيء الملوث ده من الشخص السليم الى المصاب. حتى نفس المصاب ممكن يعدي نفسه تاني، يعني ايده تبقى ملوثة ويعدي نفسه مرة اخرى يعني. طيب يبقى احنا عرفنا ان الشيجيلا ديت زيها زي الانتاميبا ممكن تتنقل باي شيء ملوث بالخروج بالبراز. ممكن واحد يكون دخل الحمام مصاب وايده ما غسلش ايده كويس وايده ملوثة، يجي يسلم على واحد تاني سليم ينقل له العدوى. ايه علاقة الكلام ده بالمرض الجديد الجنسي؟ هو مش مرض جديد او مش جرثومة جديدة، هي بكتيريا قديمة وموجودة، بس اكتشفوا انها ممكن ان تنتقل بالممارسة الجنسية. ازاي؟ ومين هي البكتيريا دي؟ البكتيريا دي هي الشيجيلا. لقوا حالات في بريطانيا، اللي عملوا الأبحاث مجموعة باحثين في بريطانيا عملوا الأبحاث خلال سنة 2017، لقوا في 17 حالة أو 19 حالة مش فاكر بالظبط عندها الشيجيلا ديزنتيري، وإن كلهم من المخنثين أو المثليين اللي هم الجي اللي بيمارسوا الجنس مع بعض، يعني عن طريق الانال سيكس. الناس دول بيمارسوا الجنس عن طريق الانال سيكس. مع البحث والتدقيق لقوا ان الشيجيلا دي ممكن تتنقل باقل كمية من الخروج الملوث، يعني لو شيء لمسة بسيطة جدا من الخروج من البراز
في هذه الشيجيلا وهؤلاء اللي بيمارسوا الجنس مع بعض الرجال او المثليين طبعا بيمارس عن طريق الشرج، فبالتالي ممكن هذه الجرثومة او البكتيريا تنتقل اثناء هذه الممارسة من المصاب الى السليم، والسليم يعدي نفسه لما تتنقل الجرثومة من على القضيب او ايده تتلوث او اي شيء. يبقى اذا الجرثومة او البكتيريا دي اتوجدوا انها بتتنقل اثناء ممارسة المثليين للجنس مع بعض من الشخص المصاب للشخص المريض. فقالوا اذا هذه الشيجيلا ممكن او المفروض نضمها ضمن الامراض الجنسية الانتقالية، وطبعا علاجها يختلف، مش هتتعالج زي الجونورية، مش زي السيلان هي، انما تختلف وليها اعراض وليها علاج. هي امراض جنسية انتقالية، بس كل مرض جنسي انتقالي من هذه الامراض ليه سكته في العلاج المختلفة تماما. يعني احنا عارفين الجونورية ومعاها الكلاميديا الخط الرئيسي للعلاج ايه؟ السيفتراكزون انجكشن والازيثروميسين، مع الازيثروميسين او مع الدوكسيسايكلين. هذا الخط العلاجي هو الفعال من سنة 2017 ولحد الآن، ولسه لحد الآن ملقوش حاجة فعالة بديلة لهذا الخط. فالمرض الجنسي اللي هو بسببه كانت بكتيريا الشيجيلا ليه علاج مختلف وليه أعراض مختلفة، وهنشوف الجزء الباقي من الفيديو ايه هي الأعراض وهو العلاج. طيب نيجي نتكلم عن الأعراض. الأعراض ممكن تختلط شوية مع الأمراض الجنسية الانتقالية اللي هي السيلان أو ممكن الـ HIV، لأن بتيجي عندك الأعراض أساسا ممكن تكون إسهال لفترة طويلة أكتر من 48 ساعة أو 5-6 أيام، ممكن يكون في حمى، ضعف عام وهزلان في الجسم، تقيؤ شديد، وممكن يكون في حكة حوالين القضيب ومنطقة الشرج وما إلى ذلك. ممكن يظن لأن هو جاي مثلي، ممكن يظن إن ده مرض جنسي فيروح ياخد علاج السيلان، لأن السيلان ممكن حكة في منطقة الشرج، وممكن الإسهال اللي عند الواحد يختلط معاه بين إفرازات ويعمل التهابات في المنطقة التناسلية، فيروح ياخد العلاج بتاع السيلان ما يتحسنش، لانه طبعا مش هيتحسن، ده لازم ياخد علاج الشيجيلا نفسها المخصص ليه. فدي الاعراض، وعلاجها ان الواحد ياخد العلاج المخصص لبكتيريا الشيجيلا، مضادات حيويه بتتحدد بناء على مزرعه حساسيه للخروج للبراز، وبتحدد المضاد الحيوي الاكثر فاعليه ضد هذه البكتيريا اللي اسمها شيجيلا. لكن لو الانسان من الناس المصابين بفيروس الـ HIV وعندهم AIDS، وخاصة لو الـ CD4 العد بتاع الـ CD4 بتاعهم واطي قليل، الشيجيلا دي طبعا بتبقى خطيرة جدا جدا، لأنها بتبقى opportunistic infection، وزيها زي أي نوع من الـ infection اللي بيجي للمصابين بالـ AIDS بتبقى حالتها خطيرة جدا مقارنة بالإنسان اللي مش مصاب بمرض الإيدز. طبعا أي إنسان يلاحظ عنده هذه الأعراض، الكلام ده ما يخصش الجميع، احنا بنتكلم عن الناس المثليين أو الإنسان اللي بيصاب بالشيجيلا بصفة عامة ويكون عنده مرض الإيدز أو عنده فيروس الـ HIV والعد بتاع الـ CD4 واطي، لازم يخلي باله هؤلاء الناس إنه يستخدم الجلوفز، الكوندوم، الكبوت في حالة الممارسة الشرجية، والجلوفز الجوانتيات في حالة التعامل مع يعني غسيل تشطيف نفسه بعد الحمام. فيعني هو موضوع شوية، لأن احنا بنتكلم عن مرض جنسي ينتقل عن طريق المثليين، فموضوع شوية يعني ايه ربما لا نتقبله، بس انا بتكلم طبعا كطبيب ولا أتكلم كإنسان عادي، وبوجه كلامي لجميع فئات الناس سيان الناس العادية أو الناس اللي غير عادية. وربنا يعافينا جميعا ويقي كل سليم من أي مرض ويشفي كل مريض من
مرضه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.